هكمل معاكم كورس مكافحة العدوى في المنشآت الصحية. احنا جمعنا المحاضرتين السابعة والثامنة في محاضرة واحدة، وهنتكلم فيها عن ازاي نتعامل مع النفايات الخطرة والمهملات اللي هي الويست برودكت، او الحاجات اللي احنا يعني بنرميها في الباسكت في العيادة. وفي نفس الوقت هنتكلم ازاي نتعامل مع البيئة المحيطة بينا في العيادة، يعني ازاي هقدر اعمل مانجمنت لأوضة الكشف، ازاي اقدر اعمل مانجمنت لأوضة التعقيم مثلا وغيرها. اول حاجه زي ما احنا شايفين في الصوره، هنتكلم عن المانجمنت بتاع الكلينيكال ويست برودكت، يعني ازاي هنتعامل مع المخلفات اللي بتطلع من عندنا في العيادات او المخلفات الطبيه. زي ما احنا شايفين في الصوره دي، الباج الحمراء او صفراء ايا كانت، دي مخصصه للبايو هازارد، اي حاجات مضره بالبيئه لازم تتحط في باج زي دي. طيب هيفرق معانا اللون؟ هي بصراحه كل مدينه يعني كل دوله محدده يعني ازاي نحط البايو هازارد في اي باجز. يعني عندنا مثلا دي لونها احمر، في بعض الدول التانية بتلاقي إن الأكياس دي لونها أصفر، هي مش هيختلف اللون لكن الفكرة واحدة. الكيس ده أو الباك دي لازم يكون ليها خصائص معينة، إن هي لما نحط فيها أي فلويد يعني زي الدم مثلا أو صلايبة أو أي حاجة، إن هي ما تعديش بره الباك، لأن لو عدت بره يبقى بالتالي بقى أنا ما استفدتش إن أنا حطيتها هنا، أنا كده عملت انفكشن لكل البيئه المحيطه. يبقى احنا من اهم الخصائص الموجوده عندنا في الباك دي ان هي ليك ريزيستنت باك، يعني ما بتعديش اي فلويدز من جواها لغايه بره. زي ما احنا شايفين في الصوره لازم يكون عندنا مكان مخصص نحط فيه الويست برودكت، ومحدش فينا يقول لك اصل انا واخد بالي اصل الحاجات دي ما فيهاش انفكشن. لا، لازم نلبس جلافز ونلبس ماسك ونلبس اي وير. انت مش عارف وانت بتمسك الكيس ولا بتمسك اي حاجه، ممكن اي رذاذ او اي حاجه تنط في عينك، تنط في وشك، تيجي على ايدك، وبالتالي انت لازم تلبس الجلافز والماسك والاي وير. Virus database has been updated. وفي نفس الوقت ما ينفعش نملأ الباسكت اللي عندنا لغاية الآخر، لأن أنت لو مليت الباسكت لغاية الآخر أو المكان المخصص عندك لغاية الآخر، مهما حاولت تشيل منه الويست برودكت الموجودة لازم هيقع منك حاجة حواليه، وبالتالي هتخلي كل البيئة المحيطة انفكتد. زي ما احنا شايفين في الصوره كده، وزي ما قلنا ان مش شرط يكون عندنا السنج بس هي دي الحاجات الشارب، لا ممكن السكالبل اللي هو المشرط او الكانولا مثلا اخرها برضو ميدل، اي حاجه تانية، اي حاجه من شانها ان هي تعمل لنا بنتريشن انجري
لازم نخلي بالنا منها وبنعتبرها من ضمن الشربس. اي حاجه ممكن تجرحنا في ايدينا او توصل الانفكشن الموجود بره لداخل الجسم، داخل الدم، داخل البلوت، بنعتبرها من زي ما احنا شايفين في الصورة ان الشاربس دي بيكون ليها كونتينر مخصص بيها، ليها باسكت مخصص بيها. ما ينفعش ان انا ارمي السيرنج او ارمي السكالبل اللي هو المشرط او ارمي اي اداة من الادوات الحادة مع الكلينيكال ويست برودكتس، يعني ما ينفعش ارميها مع مثلا المناديل او مع الدم او مع الحاجات اللي شرحناها في الجزء اللي قبل ده. لا، لازم الحاجات الحادة دي، الادوات الحادة، يكون ليها مكان معين تترمى فيه زي ما احنا شايفين في الصورة. ولازم نخلي بالنا ان احنا نكون حريصين جدا واحنا بنتعامل او احنا بنمسك الادوات دي. لو بصينا في الصورة ركزنا فيها نلاقي ان هو ماسك السيرنج بايده من غير جلوفز، ودي حاجة من اكبر الغلطات. ان انا بعد ما اخلص اودي مثلا المريض بتاع البنج او غيره، اول خلاص بقى ما هي ما جاش عليها دم من بره او ما جاش حاجه، وحاجه ماسكها بايديا ورميها في الباسكت. طبعا دي غلطه لا تغتفر. لازم اي حاجه من الحاجات اللي احنا بنستخدمها واحنا شغالين نخلي بالنا كويس جدا، ونكون لابسين الجلافز والماسك والايوير، نبقى عاملين بروتكشن لنفسنا على قد ما نقدر. السلايد دي مهمة جدا جدا جدا، ودي بتتكلم عن حاجة اسمها سنجل هاند تكنيك. يعني ايه؟ يعني انا ما ينفعش بعد ما ادي المريض بتاع البنج او ادي له انجكشن ابرة ايا كانت، ان انا اغطي الغطاء بتاع الابرة بنفس الايد او بالايد التانية. طبعا ده للأسف غلط جدا، لان انا معرض او بعرض نفسي بالطريقه دي ان انا اتشك بسن الابره. فزي ما احنا شايفين في الصوره، نحط الكاب بتاع السرنجه على الترابيزه او على التيبل مثلا، وبايد واحده بس بدخل التيب دي، بدخل النيدل او سن الابره جوه الكاب، وبعد ما تخش خالص ممكن ادوس عليها ادخلها بقى. ده بيقلل الريسك بتاع الانفكشن. يعني مبقاش انا اديت المريض ابره ايا كانت نوعها وخلاص هي اخترقت جسم المريض ده وتعرضت للدم بتاعه واجي اتشك انا منها. انا كده بعرض نفسي ان يجي لي اي مرض من الامراض الموجوده عند المريض اللي قدامي. لازم نخلي بالنا يا جماعه من النقطه دي كويس جدا جدا، ومحدش فينا ينسى السنجل هاند تكنيك. زي ما احنا شايفين من شويه كانت باسكت لونه احمر، دلوقتي لونه اصفر. زي ما اتفقنا ده مفيش اختلاف، هي كل دوله تبقى حاطه بالقوانين بتاعتها او الرولز بتاعتها، متفقه على اكواد معينه. لكن هي الفكره كلها ان لازم الباسكت اللي عندنا ده لازم يكون موجود في سيف بوزيشن، نكون حاطينه في مكان امن داخل العياده، مش مكان معرض ان انا طول ما انا معدي ورايح وراجع ان انا اخبط فيه، لان ممكن انا اخبط فيه كل اللي جواه يقع على الارض، انا اقع عليه هعرض نفسي للانفكشن وهكذا. لازم احطه في سيف بوزيشن. تاني حاجه لازم يكون سيل مقفول كويس جدا، عشان نفس الكلام ان انا ما فيش اي مثلا طفل عندي في العياده يقرب من الباسكت ده يوقعه يمد ايده جواه. لازم يكون موجود في سيف بوزيشن ولازم يكون مقفول سيل كويس جدا. البيئة المحيطة بينا في العيادة دي بتتمثل في الفلورز، الوولز، يعني الحيطان، الأرضيات وغيرها. مش بس كده، لكن أيضا أي بنش حوالينا
زي ما احنا شفنا في الصورة اللي موجودة في الأول، اللي هي الكابنت، اللي هي الرفوف اللي فيها الدروج دي كلها بيئة محيطة للمنطقة اللي بعالج فيها. أي حاجة من الحاجات دي معرضة إن يوصل لها الإنفكشن، إن يبقى عليها بلاد، إن يبقى عليها أي حاجة ممكن تضرنا أو تضر المريض اللي بعالجه. وبالتالي الأماكن دي كلها لازم أمسحها كويس جدا ديس انفكتنت، ولازم أنضفها بالووتر وبالديترجنت وغيره. في نفس الوقت إن أنا مخليش جنبي في العيادة أي حاجة ممكن يحصل لها كونتامينيشن، يعني ما أخليش مثلا الموبايل بتاعي قريب من المنطقة اللي بشتغل فيها، ما أخليش تليفون العيادة في المنطقة اللي شغال فيها، ما أخليش أي ورق في نفس المنطقة اللي بشتغل فيها، وهكذا. كنا لازم العيادة بتاعتنا أو المكان اللي احنا فيه يوميا يتنظف ويتعقم كويس ويتحط عليه ديس انفكتنت. طيب، من الحاجات المهمة برضو اللي لازم نعرفها إن احنا ما ينفعش نستخدم البرومز في العيادة عندنا. ايه البرومز دي؟ اللي هي المكنسة اللي بننضف بيها الأرض. طيب ليه؟ لأن أنا عمال أنضف، عمال أكنس بيها الأرض، التراب أو الدست أو أي حاجة موجودة هتنتشر في المكان كله. لو هي بس كانت عاملة لي انفكشن في المنطقة دي، لا أنا هخلي العيادة كلها أو المكان اللي أنا فيه كله بقى انفكتد. نفس الفكرة برضو، احنا في العيادات ما بنحبش نستخدم المراوح، لا يفضل استخدام المراوح داخل العيادات، لأن المراوح برضو الحركة بتاعتها والهواء ده بينقل الايرسولز أو أي دروبلت موجودة أو أي دست من مكان للتاني، وبالتالي بخلي المكان كله انفكتد يعني. وبالتالي احنا لازم نستخدم التكييفات بدلا من المراوح. زي ما احنا شايفين في الصورة، النيرس دي بتمسح كرسي الأسنان، ودي حاجة روتين اللي تتعمل في أول يوم أو ما بين كل مريض والتاني عشان أقلل أو أمنع الإنفكشن اللي ممكن يتنقل من المريض للمريض اللي بعده. لأن لو أنا شغال مثلا بيتنقل رذاذ مية، بيتنقل سلايفا، بيتنقل بلاد، كل الحاجات دي بتخلي المكان اللي أنا فيه كونتامينيتد. فأنا لازم بعد كل بيشنت أو بعد كل بروسيجر بعملها، أو أول ما أشوف إن المكان ده فعلا بقى انفكتد، لازم على طول أبدأ أعمل وايبنج للمنطقة اللي بشتغل فيها. طب احنا هتسألوني ايه هي الحاجات اللي ممكن نستخدمها كديس انفكتنت. انا هرفق لكم ملف ان شاء الله مع المحاضرة دي في كل الأسامي وكل حاجة بتركيزاتها اللي ممكن نستخدمها في العادة، سواء بقى جلوتردهايد، لايزوسايم، أي ديترجنت عندنا. لازم نبقى عارفين إن الووتر بس مش كفاية، يعني ما ينفعش إن أنا امسح المكان اللي انا فيه ده بميه فقط، لا لازم ميه ومعاها مذيبات عضويه، اي ديترجنت عندي، لان البلاد لوحده لو موجود او لازق عندي على اي سيرفيس عمره ما هيطلع بالميه، لازم معاها ديترجنت، لازم معاها ديس انفكتنت. لازم نخلي بالنا يا جماعه كويس، ما نمسحش بس الاماكن بالميه، الميه ليست كافيه، او الميه والصابون ليسوا كافيين ان هم يخلوا المنطقه اللي احنا فيها دي استرايل. هنعمل مقارنة بسيطة بين الكلين زونز والكونتامينيتد زون. ايه الكلين زون؟ الكلين زون يعني المنطقة اللي ما بيحصلش فيها انفكشن او ما فيهاش انفكشن، زي مثلا الريسبشن اللي بستقبل فيه المرضى،
الكونتامينت الزون زي التريتمنت اريا، المنطقه اللي انا بعالج فيها زي ما احنا شايفين. الكلين زونز دي زي الاوفيس اريا، منطقه المكتب مثلا، الستاف روم، الاوضه بتاعت الاطباء او الممرضات او اي حد عامل بالمستشفى، الويتنج او الريسبشن روم، المناطق اللي بيستنى فيها المريض، وبالنسبه بقى للكونتامينيتد زون هي اي حته بعالج فيها المرضى زي مثلا غرفه الكشف، زي مثلا اوضه التعقيم، انا عندي غرفه مخصصه للتعقيم، ما دي كلها كونتامينيشن. ولازم اخلي بالي كويس جدا ان انا لو انا لابس الجلافز ما اطلعش بالجلافز اللي انا لابسه او الماسك او اي حاجه او البالطو او اي حاجه انا لابسها من منطقه كونتامينيتد لمنطقه كلين، لان انا لابس الجلافز او لابس الماسك او لابس بالطو الحاجات دي كلها انفكتد، فانا لما اطلع بيها من منطقه كونتامينيتد لمنطقه كلين هعرض كل الناس الموجودين او كل حاجه حواليا في المنطقه الكلين دي ان هي تبقى انفكتد. لكن طبعا العكس ممكن، انا ممكن ابقى لابس البالطو بتاعي مثلا في الغرفه بتاعتي اللي هي الستاف روم، وبعد كده بعدها اخش اوضه الكشف. لو هنتكلم بقى على النيرس او الاسيستنت اللي بتساعدك، لازم منبهين عليها ان هي تجيب لي مثلا لو هي بتساعدني او بتناولني اي حاجه داخل العياده، ما ينفعش لو انا عندي جوه العياده او جوه الاوضه منطقه كلين مثلا اللي رصص فيها الادوات الاسترايل او رصص فيها الخامات اللي بشتغل بيها او غيره، هي ممكن تنقل لي الحاجه من المنطقه الكلين للمنطقه الكونتامينيتد، لكن ما ينفعش اروح جاي واخده نفس الحاجه الكونتامينيت ومرجعها تاني مكانها. انا كده بخلي كل الحاجات اللي حواليا او كل الحاجات اللي موجوده في المنطقه دي بقت انفكتد. من الحاجات المهمه واللي كتير ما بياخدش باله منها في العيادات، بيبقوا حاطين سجاد او موكيت او غيره داخل العياده، الحاجات دي كلها بتلم بكتيريا ولا يسهل تنظيفها، انا كده بعمل عندي كولونايزيشن من البكتيريا. لازم ما يكونش عندي سجاد او موكيت او اي حاجه في اوضه الكشف، انا ممكن احط السجاد او الحاجات دي في الريسبشن بره. لازم الارض عندي تكون يعني بلاط او سيراميك، يعني حاجه يسهل على طول تنظيفها بالديتيرجنت بالووتر بغيره. طب ممكن حد يسألنا هل الخشب ينفع ان انا اعمل خشب مثلا زي الباركيه او غيره داخل اوضه الكشف؟ والله هو يعني مش هنقدر نقول ينفع او ما ينفعش، لكن هو الخشب مشكلته برضه ان هو ما ينفعش يتغسل، يعني لما كتر غسيل مره واثنين وثلاثه هيبوظ، فلا يفضل استخدامه يعني كحاجه ليك، لكن انت لو كبيت عليه اي سوائل او ووتر او غيره دي يعني هو هينضف اكيد، لكن انت كده بتضر الخشب فهتبقى خساره ليك انت. بعض الملحوظات المهمة اللي لازم كل أول ملحوظة عندنا، لو أنا بعالج مريض معين وحاطط قدامي ست من الأدوات، الرصص قدامي أدوات كتيرة جدا وما استخدمتهاش كلها، هل ينفع أجي مرجع الأدوات اللي ما استخدمتهاش دي في الجزء الاسترايل تاني؟ طبعا ما ينفعش، اي حاجه دخلت منطقه الكونتامينيتد زون فهي تعتبر كونتامينيتد حتى لو لم تست. تاني ملحوظه عندنا ان انا ما ينفعش احط الجلافز او الماسك او الجوز او القطن او اي حاجه من الحاجات دي كلها في منطقه الكونتامينيتد زون، اي حاجه من الحاجات دي لازم تكون موجوده في المنطقه الكلين داخل اوضه الكشف، لان انا في منطقه الكونتامينيتد دي متعرض لرذاذ ميه، متعرض لرذاذ من الصلايفه، متعرض
لدم والحاجات دي بسهولة جدا هيتنقل عليها الرذاذ ده وهتبقى contaminated. ولما تكون contaminated وارجع البس من الجرافز تاني، انا كده بعرض البيشنت اللي هو المريض اللي هيخش بعد المريض الاول ده، بعرضه ان يحصل له infection. تالت حاجة عندنا بالنسبة للأجزاء أو الأسطح أو الأدوات اللي لا يسهل تنظيفها، لازم تكون متغطية ببلاستيك رابينج. يعني مثلا أنا كطبيب أسنان عندي اليونت بتاعت الأسنان، الكرسي اللي بشتغل عليه، بالنسبة لللايت اللي هي الإضاءة ليها إيد كده هاندل بمسك منها بين كل مريض والتاني، لازم أغطيها ببلاستيك رابينج، لازم أغطيها بغلاف بلاستيك كده. غلاف البلاستيك ده برضو يكون ليكج ريزيستنس، ما يعديش السلايفة أو أي حاجة للهاندل نفسها. وبعد كل مريض أشيل البلاستيك ده وأغيره ببلاستيك تاني. رابع حاجة عندنا، لازم نستخدم بارير على كل الأسطح اللي أنا بستخدمها، نفس فكرة البلاستيك رابينج. لازم احط سطح عازل او تاول او اي حاجه على الاسطح اللي حواليا وانا بشتغل. هي المحاضره بسيطه، احنا اختصرناها عشان ما نطولش عليكم.